يعني درهم الناس مجيش مجيش المغرب على ود هذا الغلاء. درهم اختي 80 درهم راه تصير لي نهار مروه شحال القهوه 80 درهم شمال كي جاتك ميمي 80 درهم اختي 80 درهم راه تصير لي نهار مشينا الشمال نضرب قهوه ب 80 درهم بارك عليا المحمديه نضرب قهوه 240 اختي بارك عليا عندي البحر في المحمديه عندي كل شيء اختي قايتيش غتسافري درتي لا لا ما نسافرش اختي ما عنديش فلوس غنسافر علاش مروه يعني السفر يعني راسي يبغي الفلوس يبغي البسطام يكون عامر ساكن يكون عامر وبالنسبه انا بالنسبه لشي وحدين الصديقات ديالي في الجاليه المغربيه بانني قلت لهم واش غتجي وقالوا لي لا قلت لهم علاش قال لك بسبب الغلاء يعني قال لك بالنسبه للشمال قال لك كاينه القهوه ب 80 درهم يعني 70 درهم والانسان فين غيجي بالنسبه لهذا الغلاء بزاف هذا الغلاء لا في يعني لا في المواد الغذائيه لا في الخضورات لا في يعني اي حاجه في المواد الغذائيه يعني راه غاليه وبصح وراه تنبغيو حبابنا يعني تنبغيو حبابنا يدخلوا يبغوا صحابنا يدخلوا نبغوا الصديقات ديالنا يدخلوا نخرجوا معاهم نضحكوا معاهم ندويو معاهم يعني ودابا عرفتي شحال من واحد من الجاليه المغربيه ما غيدخلش يعني بسبب الغلاء واش انسان تيضرب تماره تيضربها تماك يعني يضربها ينوض مع الخمسه الصباح ويجي يعني ربما ب 15 يوم ولا جوج سيمانات يضرب هنا يعني جوج المليون ثلاثه المليون بزاف يعني هذا الغلاء اللي كاين في الصيف راه بزاف واللي سمعنا في الشمال راه بزاف كيشي انا بارطما كتكرا ب 32000 ريال ماشي 32000 ريال بارطما دابا 2000 درهم 2500 درهم 2000 درهم الليله الليله كاينه في المحمديه ب 3000 درهم الليله كاينه ماشي الليله الشهر الشهر 4000 حتى 4000 درهم حتى 5000 درهم حنا كندويو على النهار 27000 ريال 30000 النهار كاينه كاينه في الشمال واحد الصديقه ديالي مشات للشمال نيس كرات بارطمان 1500 درهم الليله ما لقاش ما قدرتش قالت اللهم ندوزو هاد الليله يعني وصافي ورجعوا بحالهم دابا بما ان عندك الناس من الجاليه اللي متبعينك اش كيقولوا لك على هاد الغلاء اللي فيه قال لك بزاف على هاد الغلاء بزاف انا سيهضروا معايا الناس ديال الجاليه المغربيه قال لك يعني بزاف وبزاف ديال الناس ما جايينش للمغرب على ود هذا الغلاء واخا بالنسبه للسياحه الداخليه دابا انت كمغربيه تقدري تمشي تسافري مثلا الشمال ولا مراكش نقدر نسافر لا عندي الفلوس انا ما عنديش دابا الفلوس ما نقدرش نسافر وربما سيبغيو يمشيو معايا وليداتي ربما ما كانش عندي واحد 20000 درهم ما نمشيش شحال هاد 20000 درهم شحال غتقدي لك هاد 20000 درهم تقدر تقضي لي واحد الشهر ولا شهر وسيمانه لا تقضي لي شهر تقضي لي ربما تقضي لي شهر جوج مليون تقضي لي شهر مع وليداتي الا بغيت نسافر مزيان بهذا ما نظن تقدرني الا مشيت شي دار كريسه داك الشهر ب 5000 درهم ولا ب 4000 درهم نظن نقتصد شويه تقدري تدوزي ولا كانوا الدراري غيقتصدوا معايا نظن ندوزها وراه بالنسبه لدابا حاليا في هذا الصيف راه بزاف كلشي تيتشكى كلشي تيتشكى من الغلاء اللي كاين دابا حاليا الشمر والبنان ولا 22 درهم الديسير كلشي غلا بزاف هذا الشيء شي كومونتير زوين كلاكي كيتفرج فيك قولي لي كيشي الديسير اللي غلا الثمن ديالو يعني الديسير راه غالي دابا كلشي غالي ماشي على الديسير قبيله مشيت يعني جبت بطاطا ومطيشه يعني بطاطا تبارك الله راه طالعه 7 دراهم يعني مطيشه حتى هي طالعه 5 دراهم 7 دراهم يعني كلشي ماشي على الفواكه يعني المواد الغذائيه كلها المواد الغذائيه يعني غاليه كلها ماشي على البنان ولا التفاح ولا البطيخ ولا هذا المواد الغذائيه كلها طالعه مروه واش فراسك بلي دلاعة وصلت 100 درهم 3000 ريال حيت قال لك تقريبا الكيلو راه قال لك ديري الكيلو مع شحال 10 دراهم اكثر من 7 دراهم 8 دراهم واقيلا الكيلو عمرك كليتي انت شريتي دلاع ب 100 درهم ولا 3000 ربما لا عمرني ما شريته ولكن ربما تنشري دلاع ب 70 درهم 80 درهم صافي هذا هو العدد اللي غنشري به الدلاعه دابا واخا تقدري تشري الدلاع صراحه ربما نقدر نشري حيت لا شاهيت ونقدر نشري واخا بداك الثمن نقدر نشري
بكري بكري شحال كان الثمن ديال الثمن ديال البلع 30 درهم 50 درهم كاع البلع المخيره 50 درهم يعني بكري ماشي بحال دابا. دابا تبدلت الوقت، تبدلت بزاف ديال الحوايج، تبدلت لا في يعني لا في العائله لا في الخاوه لا في الحباب لا في الصحاب لا في يعني المواد الغذائيه. الناس ما خداماش بزاف، كاين اللي عنده الوالد، كاين اللي عنده وليدات وما خدامش، ما كاينش تيتشهد باللاعب تيتشهد البتيخ يتشهد بزاف ديال الحوايج وما تيقدرش يشريهم مسكين، ما تيقدرش يشريهم وما يقدرش يسافر. يعني واحد الانسان اللي ما لاقيش ما ياكل فين غيسافر؟ فين غيمشي؟ اش غياكل؟ يعني اش غيشرب؟ هو حاليا دابا ما لاقيش، كاين اللي ما لاقيش باش يكري باش يخلص الكرا، كاين اللي ما لاقيش المعيشه لوليداته، كاين اللي بنادم تيخمم دابا حاليا، انسان تيخمم حاليا دابا في الدخول ديال المدرسه، في الدخول ديال المدرسه حاليا دابا الناس تتخمم فيها. عاده بالنسبه لي هو يمشي مسكين يدير يعني سافر ولا يدي معاه واحد 10000 درهم، منين غتجي 10000 درهم؟ بالنسبه لي واحد كيريسي تيربح 2000 درهم غيدي معاه 10000 درهم يسافر بها مع وليداتو، راه بزاف عليه باش غيسافر بها مع وليداتو. دابا ما يسافر غير اللي يجيبو عامر. غيسافر اللي يجيبو عامر. يعني الشخصيات الشخصيات لا لا حنا غنبركو في ديورنا، حنا غنبركو نتفرجو في التلفازه ونمشيو للبحر ديال المحمديه بارك علينا. اما حنا اختي ما يمكنش لينا نسافروا، حنا نبغيو الكلاص، نبغيو يعني دار زوينه، نبغيو نخرجوا، نبغيو ندورو، ما يمكنش لينا اختي نسافروا وحنا ما عندناش فلوس. دابا بما انك سمعتي الاثمنه اللي كاينين في الشمال، لا بغيتي تسافري الشمال انت والعائله شحال يخصني؟ صراحه مرة 30000 درهم يعني 3 مليون. 3 مليون يعني غيكونوا شي 3 مليون اللي تخصني. غتكون شي 3 مليون اللي غتخصني، غتكون شي 3 مليون. 3000 شنو كتفضلي فين تمشي؟ انا تنفضل مراكش، هو اللي تمشي لي كل عام. تمشي كل عام مراكش واخا الحراره تيعجبني انا مراكش. هل غتمشي ولا لا؟ ربما تنقول غنمشيو في شهر 8 حنا عبد الله. المغربيه اللي كيف ما شفنا الفيديوهات ديالهم تيك توك مابقاوش باغيين يجيو يعني تنقولوا لهم مرحبا بكم في المغرب ديالكم، المغرب ديالكم راه زوين، يعني المغرب ديالنا زوين، يقدروا يجيو للمغرب ديالهم يفوجوا فيه، يعني يقدروا يديروا واحد الميزانيه، يعني تماك يقدروا يبركوا بحال الزوجه الزوج ويديروا واحد الميزانيه اللي غتقدر تقدهم في المغرب. بالنسبه لهم هما راه واخا يبغيو يجيو راه ما يقدروش يجيو على حساب العائله، كاينه اللي تيعطي العائله ديالو، يعطي خوتو، يعطي خواتاتو، تيبغي يصرف على الام ديالو، على الاب ديالو، يبغي يساريهم، يبغي يساري الاخت ديالو، يبغي يساري خاصو يجيب الكادوات. راه بالنسبه لهم هما صحاب الجاليه المغربيه راه ماشي تيجمعوا الفلوس من برا، يعني تا هما احنا راه مازلنا نخدموا هنا في المغرب، راه صنوضوا يعني وصنوضوا نلبسوا عاد جلابه ولا هذا، يعني ما تيكونش واحد الثلج بحالهم هما، بحالهم هما الجاليه المغربيه تيكونوا عندهم واحد الثلج يعني اللي صعيب، اللي تيديروا الطوموبيلات ديالهم تيديروا فيها البلاص، تيوقف باش يحيد ذاك الثلج، باش يزيد ذاك الخدمه ديالو، يعني ذوك الفلوس ديالهم راه تيجيبوها يعني بحال اللي تيجيبوها من العافيه. وبالنسبه لهم هما كاينين الناس في المغرب اللي ما تيخموش ليهم، يعني خاصو هو جاي من الجاليه المغربيه خاصو يعطيني، خاصو يدور معايا، خاصو يشري ليا، خاصو يساريني، خاصو يعني كاين العائله اللي ما تتقدرش هذاك الانسان، هذيك الاخت ولا هذاك الاخ ولا هذا، تيشوفوا فيهم على الفلوس. راه الجاليه المغربيه عندهم الفلوس صافي، هما الجاليه المغربيه هذوك الفلوس راه تيجبدوهم من العافيه، راه ما تيجيبش يديروهم. راه حنا اللي عارفين اش كاين وعارفين المعاناه اللي تتعاود لينا الاخت ديالي وتنشوفها ملي تدير معايا فيديوهات، ملي تيكون الثلج، ملي تيكون الثلج وتتوقف يعني بالسياره ديالها باش تحيد الثلج بالباله، باش تحيد الثلج باش تمشي للخدمه ديالها، باش تمشي للخدمه ديالها. بالنسبه لهم الله يعاونهم، الله يحسن عوانهم.